بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 31/8/2016 ونحن في منطقة زوار، وبداية زور المحروقة. نبدأ بزور المحروقة وإن شاء الله تعالى سيكون لنا جولة في كل الأزوار التي تم تحريرها وتمت السيطرة عليها من قبل المجاهدين. هذا الطريق يصل إلى طيبة الإمام، وهذا طريق الزوار. إذن هذا هو زوار الحصة. إن شاء الله تعالى سيكون لنا جولة في داخل زوار الحصة، ولكن هنا الجسر الذي ما يسمى بجسر سامي رحمون الذي دمره النظام. قام النظام بتدمير هذا الجسر. لاحظ الجسر مدمر. كان يصل مدينة طيبة الإمام بمدينة حلفاية. هذا هو نهر راس. إن شاء الله تعالى سيكون لنا جولة في زور الحيصة. إذن هذه هي بلدة زور الحيصة. طبعا هذا المسجد الوحيد في زور الحيصة. طبعا المسجد مدمر. إذن هذا هو زور الحيصة المحرر. زور الحيصة المحرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، منطقة الزوار إن شاء الله محررة بالكامل؟ ألف الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي من علينا بهذا الفتح المبارك. أخي، كل منطقة الزوار الحمد لله بما في تل الناصري أو مقابلنا محرر كامل. طيبة الإمام يمينا، حلفية يسارا، الحمد لله كلها محررة. الحمد لله رب العالمين. إذا هذا الجسر دمره النظام منذ أكثر من قرابة 3 سنوات. طبعا هذا الجسر مدمر، ولكن يفصل النظام بعد أن دمره استطاع أن يفصل ما بين مدينتي حلفية وطيبة الإمام، وباتتا محررتين إن شاء الله بالكامل. هذا هو الجسر المدمر. طبعا هذا هو نهر العاصي. هذا هو الجسر المدمر. الطيران الآن في الأجواء. سنواصل إن شاء الله جولتنا باتجاه زور أبو زيد ومن ثم إلى زور الناصري. إذن هذا زور أبو زيد، هو عبارة عن قرية صغيرة. هذه هي زور أبو زيد. إن شاء الله تعالى سوف ندخل إلى داخلها. نذكر بأن الطيران الحربي الآن في الأجواء. غارة جوية. غارة جوية منطقة الزوار، ولكن في الحقيقة نحن في منطقة منخفضة، من الصعب جدا وصل مكان الغارة. أعتقد أنها كانت على الناصري. هذا المسجد الوحيد في زور أبو زيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الطيران الحربي يقصف زور الناصري. الطيران الحربي يقصف زور الناصري بريف حماه. الله أكبر والعزة لله. الطيران الحربي يقصف زور الناصري. بعدين غادرنا في الحقيقة منطقة الزوار، منطقة زور الناصري. الطيران الحربي يقصفها. نلاحظ هذه الغارة قريبة من تلة الناصري. نسأل الله السلامة للمجاهدين. 31/8/2016. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا في قرية الناصري. طبعا هذا هو زور الناصري. هي في الحقيقة قرية صغيرة جدا، شبه مدمرة. السلام عليكم. السلام. الله يحميك يا أخي. فينا نقول انه زور الناصري محرر ان شاء الله بالكامل بعون الله. الله يعطيكم العافيه. الله يحميكم يا شباب. اذا ها هي قريه الناصري المعروفه بزور الناصري. قريه صغيره جدا. ممكن يكون في الغام يا اخي؟ ممكن.
إذا بعد أن تمكن المجاهدون من تحرير الحواجز على ضفاف نهر العاصي سقطت أزوار تلقائيا وباتت في قبضة المجاهدين، بيد أنهم يحاولون فتح الطريق إلى حما إلا أنه غير سالك بسبب تراكم الشبيحة في بلدتي خطاب وقمحاني. كان معكم محمود الحمي من منطقة الزوار ريف وحما.